محادثات تركية روسية حول وقف إطلاق النار في إدلب، وموسكو تجدد دعمها لحملة النظام في المنطقة. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في دمشق والقنيطرة وتخلف قتلى في صفوف قوات النظام. قتلى وجرحى بهجمات لتنظيم الدولة استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة. حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل، حيث بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف مع نظيره التركي شارغولر إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب. وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إن جيراسيموف وغولر بحثا في اتصال هاتفي إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول ضمان الاستقرار في المنطقة، في حين قال الكرملين إن مسؤولية منع مقاتلي المعارضة في إدلب من قصف أهداف مدنية وروسية تقع على عاتق تركيا، وإن موسكو ستواصل دعم حملة النظام هناك على الرغم من احتجاجات أنقرة. ومعنا الأستاذ فراس رضوان أغلو الخبير بالشأن التركي من إسطنبول. أهلا بك أستاذ فراس على شاشة حلب اليوم، ما الجديد في المحادثات التركية الروسية حول إدلب؟ يعني أعتقد أن مجرد يعني أن تتكلم روسيا بأن هناك محادثات وبس بعض التفاصيل حول هذه القضية وقبولها، ربما نقول قبولها بالدخول في هذه المحادثات الجديدة، أعتقد حد ذاته هو تطور ميداني نوعا ما، لأن ممكن أن نقول أن روسيا تدرك تماما أنها لم تستطيع اجتياح إدلب، هناك على موافقة إقليمية دولية حتى، وتركيا طبعا هي غير موافقة رغم كل هذا التصعيد الذي تقوم به، لذلك أعتقد أن ممكن أن نقول أنها قراءات مبدئيا شبه إيجابية. ولكن يعني روسيا بنفس الوقت تتعهد بمواصلة دعم نظام الأسد في حملته على إدلب، و يعني توكل مهمة وقف إطلاق النار فيها لتركيا، هنا كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ أعتقد هي يعني حسب القراءة الميدانية العسكرية، وهذه تختلف أعتقد بين تركيا وروسيا في هذه القضية، هي تريد ربما أن تقول أيضا أن على تركيا أن تتخذ خطوات كما كانت تقول دائما في هذا السياق، ولكن الآن أعتقد أن الموضوع أصبح مختلف، لأن هناك قوة عسكرية فاعلة حقيقية، مجرد أن تركيا مدت ربما بنوع بسيط أو بمدد ليس بالكبير كما يحصل للطرف الثاني، استطاعت الفصيل المعارض أو المعارضة السورية أن توقف زحفا كاملا ربما أو تكبيد خسائر كثيرة، إذن هناك قوة عسكرية على الأرض واضحة. تحاول روسيا أيضا تتهرب سياسيا، لأنها قد تفاجأ من الداخل الروسي، مثلا لماذا لم تستطيع اقتحام مدينة صغيرة مثلا مقارنة بمدن أخرى كبيرة، هذا كله ربما وارد في القراءات العسكرية للضباط الروس وأيضا للخارجية الروسية. شكرا جزيلا لك الأستاذ فراس رضوان أغلو الخبير بالشأن التركي، كنت معنا من إسطنبول. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن نظام الأسد وحليفه الروسي يدعي أن العملية العسكرية على إدلب للقضاء على الإرهابيين، لكن في الواقع المعركة تستهدف كل المناطق التي انتفضت ضد النظام. وأوردت الصحيفة مثالا مدينة كفرنبل التي انتفضت ضد حكم الأسد منذ الأيام الأولى للثورة السورية، وخرج سكانها في مظاهرات أسبوعية ضد النظام وضد الجماعات المتطرفة التي اكتسبت نفوذا في إدلب، وحملت المظاهرات شعارات تنادي بالديمقراطية وسميت بضمير الثورة، ومع ذلك لم يساعدها هذا على تجنب المذبحة وفق تعبير الصحيفة. أصدرت الهيئات والفعاليات المدنية في محافظة إدلب بيانا يطالب المجتمع الدولي بوقف القصف على إدلب وتحمل مسؤوليته تجاه المدنيين وتطبيق القرارات الدولية لحمايتهم. تم مناقشة كل الخيارات
أمام أهلنا هنا في الشمال السوري، واتفقنا على إصدار بيان يخاطب المجتمع الدولي ويطالبه بالإيفاء بالتزاماته حيال حماية المدنيين زمن الحرب، وتدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكبها قوات الأسد وحلفاء الروس والإيرانيون، حيث أنهم قاموا بتدمير الكثير من المدارس والمشافي وإخراجها عن الخدمة، كما استهدفوا مراكز الدفاع المدني وكل أشكال الحياة محاولين قتلها، مما أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في الشمال السوري. استهدفت كتائب الجيش السوري الحر مواقع قوات النظام والميليشيات المساندة لها في منطقة جبل شحجبو بصواريخ غراد، معلنة إلحاق خسائر في صفوفها. فين الفكرة برضه؟ ماشي يا قلبي. مفتاح يا الله. جبتك مفتاح. عشرين لك حساب. عشرين عشرين شو؟ اسمعي. راجل. الله يقويك يا ياسر. الله يكتب أجركم. أي سلطاني؟ الشرقي بطول؟ إيه. سلم. في 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 سلم سلم. روح. روح ايه جبتين. الله اكبر. جددت القوات الإسرائيلية استهداف مواقع عسكرية لقوات النظام في ريفي دمشق والقنيطرة، وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك جاء ردا على صواريخ استهدفت الجولان مصدرها الأراضي السورية. مواقع قوات الأسد بريف دمشق والقنيطرة في مرمى صواريخ الجيش الإسرائيلي بعد أن قال إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. ست غارات إسرائيلية استهدفت تل أبو الثعالب والفوج 165 في محيط مدينة الكسوة جنوب غربي دمشق، وشهدت حرائق كبيرة تندلع من هذين الموقعين، فيما استهدفت غارات أخرى مناطق في شمال القنيطرة وفق ما أكده مراسل حلب اليوم في دمشق. فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن ضرباته لقوات النظام شملت مواقع لبطاريات المدفعية ومحطات رصد واستطلاع ومنظومة الدفاع الجوية إستو، محذرا نظام الأسد من محاولة إيذاء الإسرائيليين. وكالة رويترز نقلت عن مصدر عسكري في قوات النظام مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين جراء القصف على ريف القنيطرة، فيما أعلن التلفزيون الرسمي للنظام أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف وصفها بالمعادية في ريف دمشق الجنوبي. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مناطق قرب الحسينية والكسوة جنوب وجنوب غرب العاصمة، والتي تنتشر فيها مواقع ومستودعات للإيرانيين وحزب الله اللبناني. وللمزيد معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مظهر سعدو من ولاية غازي عنتاب التركية. أهلا بكم أستاذ أحمد على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما هي رسائل النظام من إطلاق صواريخ باتجاه الجولان؟ كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. حياك الله. أنا أعتقد أن هذا النظام هو أعجز وأجبن من أن يجرؤ على إطلاق صواريخ باتجاه العدو الصهيوني. هو هدد وما زال يهدد أنه سيحتفظ بحق الرد، وهذا لا زال قائما، إنما اليوم هناك العديد والكثير من الميليشيات الطائفية والإيرانية المتواجدة على الساحة السورية، والتي تريد إعادة رسم الخارطة من جديد وقلب الطاولة كما يقال، خاصة بعد التهديدات الأمريكية الكبرى لإيران والحصار وكل ما حصل في الأيام أو الأسابيع الأخيرة في مواجهة إيران. أعتقد أنهم هم هؤلاء الميليشيات هم من أراد قلب الطاولة وخربطة القضايا في الجولان وسوى، باعتبار أنهم يريدون القول بأنه فيما لو تم الاعتداء على الإيرانيين أو ضرب إيران فسيكون الرد على إسرائيل وفتح الجبهة
في الجولان وفي جنوب لبنان وفي غير مكان. أعتقد المسألة تأخذ هذا المنحى. طيب. ولا أعتقد أن النظام يجرؤ على فعل ذلك وهو العوبة حقيقة. نعم. وبالتالي إلى أي مدى يمكن اعتبار الرد الإسرائيلي رادعا، أو إلى أي مدى يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي رادعا في هذه الحالة؟ الإسرائيليون بالتأكيد هم سابقا قبل هذا الضربة وبعدها سيكونون بالمرصاد لكل تواجد للإيرانيين في سوريا، وهم لم يخفوا ذلك وهم مستمرون سابقا ولاحقا، وأعتقد سيكون هذا الضرب من جديد وسيكون مؤلم، هو كان وسيكون طبعا، ولن يقف الإسرائيلي أعتقد أنا حسب تصوري عند هذا الحد، وسيعرف الإيراني أن ذلك سيوجعه حقيقة وأن خسائره ستكون كبرى. طبعا هنا أعتقد أنها رسائل بالتأكيد كمان أيضا للأمريكان، ورسائل لكل من يقف في مواجهة أو مؤيد للحصار على التصورات الأمريكية على إيران. أعتقد أن القضية ستأخذ مفاعيل جديدة خلال الأيام القادمة، ولكن لا أعتقد أنها ستنجر المسألة إلى حرب بين إسرائيل والنظام السوري، وهو ليس موجودا أساسا كدور وظيفي من أجل أن يكون في مواجهة العدوان أو أي عدوان إسرائيلي في المنطقة، وهو الذي باع. الأستاذ أحمد مظهر سعد الكاتب الصحفي، كنت معنا من ولاية غازي عنتاب التركية، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة أنباء النظام سانا عن مصدر لم تسمه في وزارة الخارجية والمغتربين أن بيان مؤتمر جنيف الأول وفكرة هيئة الحكم الانتقالي في سوريا أمران أكل الدهر عليهما وشرب وفق قوله. قال المصدر في رده على بيان أو على البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة إنه كان الأولى بالقمة أن تبحث عن حلول لمشكلات بعض دولها المزمنة المتمثلة بالتطرف والعنف والتخلف وانعدام الديمقراطية والحريات والانتهاك اليومي لحقوق الإنسان على حد قوله. أطلق تنظيم الدولة معركة جديدة تحت مسمى غزوة الاستنزاف ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في بادية حمص، حيث تمكن من قتل عدد من العناصر وتدمير آليات عسكرية. وذكرت مصادر إعلامية تابعة لتنظيم الدولة أن التنظيم تمكن من قتل 17 عنصرا من نظام الأسد، بينهم ضابط إثر هجوم على 4 مواقع تابعة للأخير، مشيرة إلى أن التنظيم اغتنم أسلحة وذخائر ودمر جرافة في منطقة الفيضة شرقية مدينة السخنة بريف حمص. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل. أهالي هجين يعودون إلى مدينتهم المنكوبة بعد أن نزحوا منها بسبب المعارك ضد تنظيم الدولة. أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، ونحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري أقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم. Thank you.
أهلا بكم من جديد. تبنى تنظيم الدولة سلسلة تفجيرات في مدينة الرقة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وقال إنها استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وفد برلماني فرنسي لمناطق قصاد شمال شرق سوريا. على شفا العودة إلى واجهة الأحداث، يضرب تنظيم الدولة من جديد. هذا ما جاء في تبني التنظيم للتفجيرين اللذين ضربا مدينة الرقة ليلة أمس، حيث قتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين. التفجير الأول كان على شكل لغم أرضي بالقرب من حاجز لقوات سوريا الديمقراطية عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة، تجمع حوله عدد من عناصر الحاجز بالإضافة لمدنيين من المارة. ثم دوى صوت انفجار آخر ناتج عن سيارة مفخخة حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. تنظيم الدولة يتبنى التفجيرين ويبعث برسائل إلى الأطراف المتواجدة في تلك المنطقة بأنه قادر على الوصول إلى عمق المدن التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، رسائل ربما تفتح مرحلة جديدة من الصراع في شرق سوريا، خصوصا بعد انتشار تنظيم الدولة في بادية دير الزور الجنوبية وعلى الحدود مع العراق. كما يظهر التنظيم قدرته على إبقاء خلاياه في المدن والقرى التي تسيطر عليها قسد وحلفائها من الأمريكيين والفرنسيين، حيث تزامنت هذه التفجيرات مع زيارة وفد فرنسي. قالت الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا بريفان خالد إن الهدف منها هو الاطلاع على أوضاع مناطق سيطرة الإدارة الذاتية على الأرض والتعرف على مؤسساتها والأعمال التي تقوم بها في المنطقة. وللمزيد معنا الكاتب الصحفي الأستاذ صهيب الجابر من الحدود التركية السورية. أستاذ صهيب أهلا بك على شاشة حلب اليوم. يعني لماذا اختار تنظيم الدولة مدينة الرقة لإحداث هذه التفجيرات فيها؟ مدينة الرقة هي تشهد يعني تواجدا مكثفا من طبعا القسد وحواجز قسد في المدينة داخل المدينة. أهم الحواجز يعني استهدف يوم أمس أيضا، يعني هو حاجز يعتبر كبير وله أكثر من نقطة يعني حماية مجاورة لحاجز دوار النعيم. يعني هنالك عربات أيضا للتحالف تمر من المنطقة بشكل يعني مستمر. أيضا هنالك قاعدة في مصنع شمالي مدينة الرقة، قاعدة أمريكية وقاعدة أخرى فرنسية هي متاخمة لمدينة الرقة من ناحية الطبقة، مدينة الطبقة المجاورة لها. هذه الأسباب يعني تسببت بهجمات مكثفة من التنظيم، خاصة أنه اتبع سياسة المجموعات المنفردة التي يعني إشارة لمقاتليه فيها باتخاذ هذه الطريقة. وآخر التفجيرات التي كانت في منطقة النعيم دوار النعيم، يعني بحسب المعلومات التي وصلتنا قتل عدد كبير من المدنيين فيها فوق عدد عناصر القسد الذين قتلوا. يعني هذه الطريقة كانت يعني مستخدمة معروفة يعني عسكريا، ولن يكون تفجير قصير جدا إما بلغم أو يعني أيا كان، وبعد ذلك يكون هناك عبوة ناتفة أكبر بكثير يعني تستهدف المتجمعين والمحتشدين في هذه المنطقة. للأسف كل التفجيرات الإرهابية من تنظيم داعش داخل المدينة مدينة الرقة وأي منطقة أخرى كان يستشهد عدد كبير من المدنيين فيها. يعني هناك أطفال، وصلتنا صور لأطفال كانوا قد استشهدوا بهذا التفجير سابقا في تفجير منبج نفس الأمر. يعني هنالك عدد كبير من الأطفال والنساء. وأيضا في 15 من الشهر الماضي في مدينة الرقة ثلاث تفجيرات استشهد فيها عدد كبير من المدنيين، والعدد الأكبر منهم من النساء والأطفال. للأسف يعني هنالك ضحية واحدة فقط لكل هذه الأطراف ونزاعهم هم المدنيين. بنفس السياق صاحب، يعني ما الإجراءات الأمنية التي تتبعها قسد لحماية المدن الكبيرة الخاضعة لسيطرتها؟ الإجراءات صفر أستاذ عمار، صفر. لماذا؟ طبعا أنا أعني كل كلمة أقولها. قسد عندما تطلق سراح مقاتلي داعش وقيادي داعش وآخرهم كانت دفعة كبيرة بالعشرات منذ يومين تحديدا، النتيجة الطبيعية أن يكون لا إجراءات أمنية. ولكن ليس كل من يعني ألقي القبض عليه بتهمة تنظيم الدولة هو يعني عنصر من تنظيم الدولة. كثيرون من أهالي دير الزور، من أهالي الباغوز المدنيين، هؤلاء لا يطلق سراحهم أستاذ عمار. يعني عذرا للمقاطعة، هؤلاء لا يطلق سراحهم إطلاقا. هؤلاء يعذبون في السجون حتى الموت، وهذا نحن موثق لدينا بالاسم والمكان والسجن الفرع الذي عذب فيه هؤلاء المدنيون حتى الموت، ويغيبون ويبتز أذويهم. لكن للأسف هذا الأمر موثق أيضا، من يطلق سراحهم اليوم يعني 99% منهم أو 90% كي لا نبالغ هم من عناصر داعش المثبت انتمائهم لتنظيم داعش ومن ضمنهم قياديين. يعني هؤلاء
أطلق سراحهم لسجون يعني قتل بوساطة أما أو إما باتفاقيات مبرمة بين داعش وبين القسد. وكان هنالك عمليات تبادل أيضا خلال الفترة الماضية. شكرا. لا تحدث عن المدنيين، للأسف المدنيين يعنفون ويعذبون حتى الموت سجون قسد ولا يطلقون سراحهم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الكاتب الصحفي صهيب الجابر، كنت معنا من الحدود التركية السورية. أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على فرنسي تاسع من أصل 12 مقاتلا نقلوا من سوريا إلى العراق وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة. وصدر الحكم بحق الفرنسي فياني أوراغي وهو من أصل جزائري بايع تنظيم الدولة في حزيران عام 2014 حسب مركز تحليل الإرهاب، فيما أكد أن أوراغي للقاضي أنه عمل مع تنظيم الدولة ولكن لم يشارك في معركة واحدة لا في سوريا ولا في العراق. وافقت السلطات العراقية على تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم الدولة على مناطق متفرقة في البلاد. وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي إن هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بناء على أوراق ثبوتية وشهود، وإن عملية تسجيل الأطفال ستكون أسهل فيما يتعلق بالذين لا يزال والداهم أو لا يزال والداهم على قيد الحياة. أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين بالحسكة الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات تابعة لعناصر تنظيم الدولة. وقال المسؤول إن الدفعة الأولى ستخرج غدا الاثنين وإنهم من النسوة والأطفال وستكون من أبناء الرقة والطبقة، مشيرا إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعا من عائلات مقاتلي التنظيم وستشمل مدنيين كانوا فروا من المعارك لا علاقة لهم بالمقاتلين، فيما ستتوالى الدفعات الأخرى بعد عيد الفطر. وأضاف أنه ستتم مراقبة النسوة وما إذا كنا من عائلات التنظيم سابقا. احتجزت قوات الأسايش التابعة لقصد عشرات الدراجات النارية في مدينة الطبقة غرب مدينة الرقة. وقال مصدر من شرطة المرور بتصريح لوكالة سمارت إنهم احتجزوا 100 دراجة نارية بسبب مخالفة أصحابها قرار حظر استخدامها. وسبق أن وجه عناصر الأسايش بلاغات للمارين عبر حواجزهم أن قرار حظر الدراجات سيطبق في كامل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. عاد آلاف المدنيين إلى ناحية هجين بريف دير الزور الشرقي بعد رحلة نزوحهم الطويلة دون توفر أي خدمة أساسية نتيجة الحرب بين تنظيم الدولة والتحالف الدولي. انتهى تنظيم الدولة وبقيت آثاره شاهدة على حرب شعواء مع قوات سوريا الديمقراطية في ناحية هجين بريف دير الزور الشرقي. الظروف القاسية أجبرت الأهالي على العودة إلى ما تبقى من منازلهم رغم الدمار الكبير وهشاشة البنية التحتية وانعدام الخدمات. احنا جينا على بلدنا ناحية هجين لقينا كل شيء دمار وخراب، لا لقينا حلة نحط فيها مي شرب، لا لقينا بناء نسكن فيه، كله خراب يعني كله خراب، ما لقينا يعني كل شيء خراب. قاعد نشتغل بالردم حتى نسوي لحالنا مأوى حتى نسكن به. نريد مساعدات من الأمم المتحدة أو من الجهات المختصة يساعدون. الرايات البيضاء فوق منازل الأهالي أيام الحرب لم تشفع لهم أو تحميهم من غارات التحالف الدولي. مع اقترابنا أكثر من مركز المدينة يزداد حجم الدمار، كما يزداد إصرار السكان النازحين على العودة بنسبة بلغت نحو 90%، وسط استمرار مناشدة الأمم المتحدة ومكاتبها توفير الخدمات الأساسية والمواد الغذائية لعودة الحياة إلى المدينة. نطلب من جميع الجهات كل داخليا وخارجيا المساعدة، مد يد العون لأجل إرجاع هذه الحياة إلى بلدة هجين. كل الوسائل. إيش طلباتكم؟ طلباتنا شوفت عينك
مواد بناء، مواد كذا، بي عندك ناس صار لها اليوم سنة ونص مهجرة خارج هجين بالخيام وبالكذا وبال... مئات آلاف المدنيين نزحوا من شرق دير الزور وضفاف الفرات نتيجة آلاف الغارات الجوية وعشرات العربات المفخخة، والخاسر الأكبر دائما هم المدنيون في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. المقاهي في مدينة القامشلي فرصة للتواصل والاجتماعات العائلية خلال شهر رمضان. واقع متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. أهلا بكم من جديد. في الشأن الدولي، اندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين في المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد بعد السماح لمئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد. وقبيل ذلك اقتحمت القوات الخاصة المصلى القبلي واعتدت على المصلين بإطلاق رصاص مطاطي والقنابل الصوتية، وأقدمت على إغلاقه بالسلاسل الحديدية بعد محاصرة المعتكفين داخله وفق ما ذكره شهود عيان. فيما زعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن عددا من المصلين قاموا بإلقاء الحجارة والكراسي صوب المستوطنين خلال زيارتهم اليومية داخل باحات المسجد، مما دفع الشرطة إلى التدخل. أعلن المجلس الدستوري الجزائري أعلى هيئة قضائية في البلاد أعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز القادم كما هو مقرر. وقال التلفزيون الحكومي الجزائري أن المجلس رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وعليه أعلن استحالة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية.
وبالعودة إلى الأخبار المحلية، أعلنت الشرطة التابعة لنظام الأسد انتشال جثة من مجرى نهر بردة الذي يشق ساحة المرجى وسط العاصمة دمشق. ونشرت صفحة الشرطة صورا تظهر انتشال عناصر الشرطة الجثة من مجرى نهر بردة وسط ساحة المرجى الشهيرة في دمشق، حيث بدت الجثة داخل كفن أبيض. ولم تذكر الشرطة تفاصيل حول ملابسات الحادثة ولا دوافعها أو معلومات عن الجثة، واكتفت فقط بأن قسم شرطة المرجى سيتولى التحقيق في الجريمة. قالت إدارة معبر باب السلامة إن أكثر من 2000 لاجئ سوري عادوا طوعا إلى بلادهم خلال شهر أيار الفائت. أضافت إدارة المعبر في بيان لها أن 1160 لاجئا سوريا عادوا طوعا من الأراضي التركية إلى سوريا للاستقرار في بلادهم بشكل نهائي. يأتي ذلك بالتزامن مع دخول عشرات آلاف اللاجئين إلى الأراضي السورية لقضاء إجازة عيد الفطر التي تسمح بها تركيا كل عام للسوريين المقيمين على أراضيها. تفوق الطالب السوري على إحسان الفراج على زملائه الكويتيين وتمكن من إحراز المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة. وحصل الفراج المنحدر من مدينة إنخل بريف درعا، حصل على نسبة نجاح 100% في شهادة القسم العلمي، متفوقا بذلك على أكثر من 25,000 طالب وطالبة أجروا الاختبارات، وليحقق إنجازا هو الأول بتاريخ الكويت. وسبق وأن حقق الطلاب السوريون في دول اللجوء تفوقا وتميزا على زملائهم أصحاب البلاد. تشهد أسواق مدينة الحسكة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والألبسة تحديدا، الأمر الذي أثر على حركة البيع والشراء في المدينة. تشهد الأسواق في مدينة الحسكة حركة شرائية متوسطة مقارنة بالأعوام الفائتة، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية. ورغم الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها شريحة كبيرة من سكان المدينة في ظل تدني الأجور والغلاء الكبير للأسعار واحتكار التجار ورفعهم لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير حسب ما يقول الأهالي، إلا أن حركة البيع والشراء لا تزال قائمة. نزلنا على السوق تنطر نشتري اغراض للعيد، نفوت على المحلات نفوت نشوف ايش الاسعار في غلاء بالاسعار. طبعا التجار يتحكمون بالسعر لان يقولون والله الدولار اليوم ارتفع، اذا ارتفع الدولار علوا سعر البضاعه، واذا نزل الدولار ما نزلوا سعر البضاعه. مع وصول شهر رمضان الى ايامه الاخيره واقتراب عيد الاضحى المبارك، بدا سكان المدينه بالشكوى من ارتفاع اسعار الالبسه تحديدا، رغم ان البضائع المعروضه في الاسواق هي ذاتها الموجودة منذ أسابيع. يعني اليوم مثلا أنا أخذ بالدولار، سوري ما عم يقبل أدى الدولار، أجي عليك مثلا أنت تاجر كبير أحسن تقول لي بش قدها، أقول لك مثلا تعطيني إياه $5.50، أجي أبيع $5.50 أتفاجأ صارت $6.50. يعني شغلي كله عم بيروح للتجار الكبار. ضبط الأسعار أصبح المطلب الأول لسكان مدينة الحسكة الذين باتوا مضطرين لتقنين مشترياتهم. جهزت منظمة ألفا وبدعم من جمعية سيريا كير الماليزية 6 مطابخ في ريف حلب الشرقي لإعداد وجبات الفطور والسحور للمهجرين والمنكوبين في شهر رمضان المبارك. يعمل هذا المطبخ على إعداد وجبات الفطور والسحور للأهالي الفقراء والمحتاجين في مدينة الباب شرق حلب، إضافة إلى المهجرين من سكان المخيمات التي تقع بالقرب من المدينة، ويقوم على طبخ عدة أنواع من الوجبات يتم توزيعها يوميا. كان التنويع نحن مشان المستفيد اللي عم ياخذ من مطبخنا ما يكون عنده أخرس نوع واحد من الطعام ويضل يستمر عليه طيلة الشهر الفضيل، فكان التنويع مشان هذا الموضوع. جودة الطبخ يعني نحن عم ناخذ إن شاء الله عز وجل من أفضل البضائع الموجودة في السوق، كان من نوعية الرز ولا من نوعية السمن أو الزيت، فكنا عم ننتقي أجود الأنواع ونختارها مشان يكون عنا الطبخ شكله جيد وإن شاء الله يكون يعجب المستفيد. مطبخ الباب هو أحد المطابخ 6 التي تدعمهم جمعية سيريا كير الماليزية وتنفذهم جمعية ألفة، حيث تقوم المطابخ على إعداد 6,500 وجبة يومية،
توزع لما يزيد عن 19,000 مستفيد، إضافة لنشاطات أخرى كوجبات السحور والإفطارات الجماعية وتوزيع سلل غذائية في المنطقة. توزع المخيمات في الشمال السوري المحرر، مخيمات تركمان بارح، أخترين، دابق، مخيم الشرقي، مخيمات تادف، مخيمات قباسين، مخيمات ترحين، شبيران، وعدد من المخيمات. يتم توزيع الوجبات بالتعاون مع المجالس المحلية من أجل تنسيق وتنظيم توزيع الوجبات الرمضانية لوجود العديد من المطابخ المشابهة في المنطقة، والهدف هو ضمان تحقيق أكبر استفادة من الوجبات وإعطاء أكبر عدد من المستحقين بدون حصول تراكم أو حرمان لأحد المستفيدين. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي. رغم ما يمر به الشمال السوري من ظروف الحرب والنزوح، ما تزال المنظمات والمؤسسات الإنسانية تسعى لزرع الابتسامة على وجوه الأطفال، وذلك من خلال إقامة حفلات إفطار جماعي للأيتام. ابتسامة هذا الطفل كانت الهدف من إقامة هذا الحفل في مدينة إدلب. إفطار جماعي تبعه نشاطات وحفل ترفيهي للأيتام أقامته جمعية عطاء بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري. 50 عائلة ممن فقدوا أحد الأبوين أو كليهما حضروا هذا الحفل. ومثل ما شفنا الحملة الهمجية اللي قام فيها النظام من تهجير للمدنيين وقتل الأطفال، فنحن يعني رأينا من هاي الحملة أنه نرسم بسمة ولو بسيطة على وجوه الأطفال. إن شاء الله ما زلنا مستمرين. من إدلب إلى عزاز بريف حلب الشمالي، هذه المرة برعاية مجلس العشائر السورية، حفل إفطار لنحو 700 طفل حضره عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية. إن شاء الله عندنا جولات ثانية غدا، إن شاء الله بكرة راح تكون عندنا زيارة إلى دار، إلى مخيم أبناء الشهداء. أيضا في عندنا تقديم معونة مالية من أجل رمضان وهذه الأيام المباركة. أيضا عندنا زيارة إلى دار المسنين في معبر باب السلامة. رغم ما يتعرض له الشمال السوري عموما من حملات القصف الجوي والبري، تبقى الجهود المبذولة لزرع البسمة والأمل في نفوس الأطفال قائمة. يعيش السوريون في مدينة القامشلي أجواء رمضانية مميزة من خلال ارتياد المقاهي ليلا، والتي تعتبر فرصة للتواصل بين العائلات ومتنفسا لأهل المدينة. هكذا تبدو أجواء شهر رمضان بعد ساعات الإفطار في شمال شرق سوريا، وتحديدا في مدينة القامشلي. هذا المنتزه الصغير يراه السكان متنفسا لهم بعد صيام يوم طويل. ألعاب الأطفال والأحاديث الاجتماعية هي جل ما يدور في هذا المكان بعيدا عن ضجيج الحياة اليومية. والله بشكل عام كان يعني بتعرفوا الجو بهالسنة كان يعني أحلى من السنة الماضية. يعني السنة الماضية كان شوي شوب أكثر، فباعتبار أولاد عم بيملوا يعني فترة الصبح بكون صايمين، فبعد الإفطار بنطلع يعني على الحدائق شوي، الأولاد عم يلعبوا، يعني بناكل بوزة أرجيلة ويعني نرفع عن حالنا شوي. يشكل الشهر الفضيل فرصة للتواصل والاجتماعات العائلية خصوصا وقت الإفطار، وغالبا ما تدور أحاديث الأهالي حول أمل الاستقرار وعيش حياة أفضل بعد انتهاء الحرب. نحن جينا على القهوة هاي بالسياحي، عائلات لحال وشباب لحال وزلم لحال، وخدمة ممتازة وأصدقاء نلتقي مع بعض بالليل، ومأمنين على حالنا الحمد لله. لو رحنا على البيت ما في أحد يحكي معانا ولا شيء. تشهد القامشلي إقبالا واسعا على الحياة من خلال إعادة إحياء العادات الرمضانية التي كادت تندثر إثر الحرب التي تعيشها سوريا. فلم يعد شهر رمضان كما كان، بل تغيرت الكثير من تقاليده المعروفة لدى السوريين الذين ما زالوا يتمسكون ببعض العادات لتتوارثها الأجيال من بعدهم. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه. بأمان الله.